تفقد رئيس بعثة مملكة البحرين للحج فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان عددا من حملات الحج التي وصلت للديار المقدسة بمكة المكرمة. وأوضح القطان خلال لقاءاته برؤساء وإداري الحملات بأن البعثة تسعى لخدمة كافة حجاج مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم من أداء حجهم بيسر وسهولة، مضيفا بأن البعثة وفرت تسهيلات عدة للحجاج فيما يتعلق بالدخول الانسيابي والسلس للأراضي المقدسة سواء عن طريق الجو أو البر، كما تم التنسيق عن طريق الربط الإلكتروني لمعلومات الحجاج بين الوزارات المعنية بالحج في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ضمانا لإقامة طيبة وتسهيل تنقلات الحجاج بين المشاعر. من جانب آخر تستعد اللجنة الأمنية بالبعثة لتسليم الأساور الإلكترونية لحجاج البحرين بعد إتمام فرزها والتأكد من مطابقتها لكشف الحجاج.